امور كتيره جدا جدا لازم الواحد يتبعها عشان تعي. 7 خطوات في عجاله كده نقولها. اول حاجه التخطيط المسبق، اتكلمنا عليه قبل كده. من الصعب اصلا انك تحقق حاجه ما فيهاش ترتيب، الترتيب غايب عنها، لازم ترتيب مسبق للامر. الامور اللي بتبقى مدروسه بشكل جيد بتبقى اقل عرضه ان هي تنهار او تفشل، فنعمل تخطيط عشان احقق انا عايز ايه. حاجه كمان برضو من ضمن الحاجات انك تحدد عايز ايه بشكل واضح، انا عايز ايه كذا، وزي ما قلنا وشرحنا قبل كده، ادي هدف، ادي مهمه، ادي نشاط، ادي عمل يومي، تمام كده. ودي اهم خطوه، التخطيط. تاني حاجه الصبر بقى عليها، ان انا امتلك الصبر على تحقيق الحاجات اللي انا كتبتها دي. وطبعا الصبر مفتاح لحاجات كتيره جدا جدا، حاجات بتيجي قدامك وحاجات عقبات، وسعيك انك انت دايما تعمل واصبر على الامر ده عشان لو حصل تعثرت او حصل فشل او حصل كده اكمل، واصبر واكمل وما يأسي. وده امر يساعدك اصلا انك ايه، خلاص تخلص نفسك من كل العثرات وانا مكمل المسير. هتلاقي ناس يقللوا من قدراتك ويحبطوك ويقللوا من انجازاتك، دورك ايه؟ دوري ان انا لا اسمع، ايش دعوه بالتفاهات دي، ايش دعوه، صابر ومستمر، عندي خطه وصابر عليها. ثالث حاجه الاستمراريه، الاستمراريه علشان تكسر حاجز الملل. الملل كسل عدو الطموح، خلاص ما يخليكش تكمل، فتعمل ايه؟ فتقف. انتش تقف بقى حزين ولا ندمان، لا انا عندي اصرار وعندي اراده قويه وانا عندي استمراريه وان انا اعدي كل الكلام ده، خلاص انا هوصل اللي انا عايزه. رابع حاجه الثقه في النفس، لو انا عندي ثقه في نفسي، احنا دايما اتكلمنا مفيش حاجه اسمها ثقه بنفسي، اللهم لا تكلني الى نفسي يعني طرفه عين، وان الثقه مستمده من ربنا سبحانه وتعالى، لكن ده بتخليك تعمل ايه؟ انجاز، وما تخليكش متخاذل، وانك انت لما تلاقي معيار انجاز يديك حافز للخطوه اللي بعديها للخطوه اللي بعديها، فتصبح طبعا خطوه ورا خطوه تصبح واثق من الامر وعندك نوع من ايه، انا حققت انجاز. طيب الخطوه رقم 5 انك تبعد عن ايه؟ عن التسويف، يعني بكره بعد، طب لما اخلص ده خلاص عملك بص، خلاص التسويف دوت بص يخلي اصلا يقطع لهفتك انك انت تحصل على اي انجاز ولا انك تعمل اي حاجه، فده مش صح. طيب الخطوه رقم 6، احنا قلنا 7 حاجات، خلينا نقول الخطوه رقم 6 هي ايه؟ ان انا اتعلم من تجارب الاخرين وابتدي من حيث انتهى الاخرين، مش لسه هبتدي من الصفر، ده اتعلم، الناس جايه من المستقبل وقالت لك الخبرات اهي، ابني على تجارب الاخرين وابتدي من حيث انتهى علشان اعرف ان انا ايه، ان انا كان وامشي على خطى الناجحين. ساعات اساليبه تنفع وساعات ما بتنفعش، المهم ان انا اخد الحاجه المرنه اللي تنفع حياتي وتنفع واقعي وتنفع اموري وظروفي النفسيه. 7 خطوة التخلص من نقاط الضعف، ودي مهمة جدا جدا انك تعرف اصلا فين نقاط الضعف اللي عندي وفين نقاط القوة اللي عندي وابتدي ان انا اكمل عليها. انا عايزة في النهاية قبل ما اختم اقول جميل ان احنا نحقق حلم اهالينا فيما مستطاع ليا وفيما انا احبه وشغفي وطالما رضا لله، لكن انا كمان محتاج احقق حلم، وما تعيش في دايره غيرك وتبقى ترس في تحقيق هدف وحلم غيرك. فين انت؟ يا ريت الشباب يسمعوا الكلام اللي احنا قلناه النهارده ويعملوا الخطوات ديت سهله وبسيطه، وادعو لهم بالنجاح دنيا واخره، اللهم امين. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.